بسم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربنا هيتوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. نادانا بوصف الإيمان، فأمرنا بالصيام فامتثلنا وصمنا، حيث قال سبحانه عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. والصلاة والسلام على من رغبنا في الصيام فله اتبعنا وأطعنا القائل: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. فاللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، وعلى من اهتدى بهديه واتبع نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، هنيئا لنا بحلول العيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الإخوة المسلمون، لقد حل بنا وبالمسلمين في كل مكان يوم العيد، يوم تتنزل فيه الملائكة زرافا ووحدانا في ثوب جميل بهي، ومعها الصحف فتقف على السكك والمنحنيات والطرقات، وبمداخل الشوارع تسجل الذاهبين إلى المصلى، وترسل إليهم الهدايا المعنوية والجوائز الرمزية التي كلفهم الله بإعطائها للعباد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطريق فنادوا: أغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل، لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وبصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم، ألا إن ربكم قد غفر لكم، فارجعوا إلى رحالكم غانمين. فهو يوم الجائزة، والحديث أخرجه الطبراني. أيها الإخوة المسلمون، هذا يوم فرح وسرور، هذا يوم عيد على كل المسلمين، هذا يوم فرح للمسلمين الذين صاموا رمضان إيمانا واحتسابا، والذين قاموا لياليه كذلك إيمانا واحتسابا، والذين جاهدوا واجتهدوا في طاعة الله عز وجل. فهذا كذلك يوم الجائزة كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو اليوم الذي يقبض فيه الإنسان جائزته المعنوية، الجائزة التي يثيب الله عز وجل بها عباده على مجهوداتهم من قيام وصيام وذكر وتلاوة للقرآن وتسبيح وتهليل واستغفار. فمن آخذ جائزته بيمينه فمقبول وسعيد. أيها الإخوة المسلمون، في هذا اليوم الناس صنفان: صنف أخذ جائزته بيمينه، وصنف لم يأخذ شيئا. فالذي أخذ جائزته بيمينه فهنيئا له، فهو مسرور فرح. لماذا؟ لأنه امتثل لأمر الله عز وجل، امتثل لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك الفائز
والحائز على الجائزة في هذا اليوم هو الذي كان يكثر من الطاعات ومن القربات لله عز وجل في شهر رمضان، كان يكثر من النوافل، كان يكثر من قراءة القرآن، كان يكثر من التصدق على الفقراء والمساكين، كان يكثر من الاستغفار، كان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصنف الذي أخذ جائزته بيمينه هو الذي اجتهد جد واجتهد وصبر حتى نال هذا الشرف، حتى حاز على هذه الجائزة العظيمة. وصنف مطرود من رحمة الله والعياذ بالله، هذا الصنف هو الذي ربما لم يصم رمضان وفرط في صيام رمضان، لم يقم لياليه، لم يتقرب إلى الله عز وجل بأي طاعة من الطاعات، فهذا الصنف والعياذ بالله مطرود من رحمة الله عز وجل. في هذا اليوم حينما يرى المسلمين يذهبون إلى المصلى فهو خائف، ينظر كيف لي، الناس يذهبون إلى المصلى ليصلوا صلاة العيد وأنا لم أصم رمضان، لم أقم الليل، لم أتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، فيوبخ نفسه إن كان له ضمير حي. فهذا الصنف مطرود من رحمة الله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والملائكة أيها الإخوة المسلمون حين ينصرف الناس من المصلى يشهدون للمقبولين بالقبول وللمردودين بالرد، فلا إله إلا الله. كم من مقبول قد فرح وسر، وكم من مطرود قد خاب وخسر. الناس حينما يأتون إلى المصليات أو إلى المساجد ليؤدوا هذه الشعيرة، شعيرة صلاة العيد، فالملائكة حينما ينصرف الناس يشهدون لهم بالقبول. الناس الذين صاموا رمضان وقاموا لياليه وتقربوا إلى الله عز وجل بشتى أنواع الطاعات، الناس في هذا النوع من الناس الذين أتوا إلى المسجد وصلوا العيد، هؤلاء تشهد لهم الملائكة بالقبول. والعكس، هناك صنف مطرود من رحمة الله عز وجل لم تشهد لهم الملائكة بل شهدت عليهم. لماذا؟ لأنهم لم يصوموا رمضان ولم يقوموا لياليه ولم يأتوا إلى المساجد وإلى المصليات ليؤدوا هذه الشعيرة. فمن قضى الشهر في الصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن والعبادة والتضرع إلى الله قبله الله وألبسه جديد التوبة مع جديد الثياب وجعله الله في دار المغفرة والرضوان. ومن ضيع عمره في رمضان وعصى الله وتعدى حدوده وحرمة الشهر لا ينفعه والله لبس الجديد، بل يعود نادما خاسرا فاشلا. أيها الإخوة المسلمون، لقد أكرمنا الله عز وجل برمضان لنرجع ونتوب إليه، فتبنا وأطعنا. والسؤال الذي يطرح نفسه، ماذا علينا بعد هذا كله؟ إذا كنا قد امتثلنا أمر الله عز وجل وامتثلنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، صمنا رمضان، اجتهدنا قدر المستطاع بعمل الطاعات، قمنا لياليه، اجتهد كل على حسب طاعته في قراءة القرآن والذكر والتصدق على الفقراء والمساكين وأنواع القربات إلى الله عز وجل، إذا كان الأمر هكذا فماذا علينا بعد رمضان؟ الجواب، علينا ألا نرجع إلى المعاصي. إذا كان الإنسان تقرب لله سبحانه وتعالى وامتثل أمر الله سبحانه وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وصام رمضان وقام ليل رمضان، فعليه ألا يرجع إلى المعاصي، لأن العلماء قالوا إن من علامة قبول الحسنة إتباعها بالحسنة. من العلامة ديال الإنسان اللي قبل الله سبحانه وتعالى وقبل منه الطاعات دياله
التي كان يطيع الله عز وجل بها في رمضان هو أنه يتابع ما بدأه في رمضان، يتابع عمل الخيرات. فمواسم الخيرات أمامنا كثيرة أيها الإخوة المسلمون، فهناك الصلوات الخمس التي هي بمثابة حمام يغتسل منه العبد خمس مرات في اليوم. أيها الإخوة المسلمون، إذا كان رمضان قد انقضى وولى فليس هذا معيارا لأن نتكاسل ونقول وصافي رمضان وفقنا الله سبحانه وتعالى وصمناه وقمنا لياليه، فخرج رمضان خصنا نرجعوا للحال ديالنا اللي كنا عليه قبل رمضان. لا، بل العكس، هناك مواسم ونفحات يجب أن نتعرض لها، هناك مواسم الخيرات يجب أن نتعرض لها وأن نغترف من نفحاتها. فالصلوات الخمس مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي بمثابة حمام، هي بحال واحد الحمام كيغتسل منه الإنسان خمس مرات في اليوم، هل يبقى من درنه شيء؟ لا، كلا، ما يمكنش الإنسان إلا اغتسل خمس مرات بحال إلا عنده شي نهر قدام الدار ديالو كيغتسل خمس مرات في اليوم يبقى فيه الوسخ، ما يمكنش. كذلك الصلوات الخمس، الصلوات الخمس بمثابة حمام يغتسل منه العبد خمس مرات في اليوم. وهناك الجمعة، العيد الأسبوعي للمسلمين، وفي هذا الصدد أي في شأن الصلاة لا بد وأن نقف وقفة قصيرة حول حال الصلاة بعد رمضان في الجماعات. لماذا أيها الإخوة المسلمون؟ يخرج رمضان ويخرج معه كل شيء للأسف الشديد، غير بمجرد وصلت ليلة القدر بقينا كنحسوا بالفرق قبل ليلة القدر، كنحسوا بالمساجد، ماشي غير المسجد هذا، سائر المساجد ربما في العالم كله يشعر المسلمون بهذا، غير كدوز ليلة القدر كتحس بالناس كيفصروا، كتفصر الهمة ديالهم وكينقصوا في أداء أو كيقصروا في أداء صلاة الجماعات. فالمساجد في شهر رمضان كانت مليئة بالمصلين، وهذا حسن وممدوح وجميل، حسن أن يجتهد الإنسان، مزيان يجتهد الإنسان في رمضان ويحافظ على الصلوات في أوقاتها ومع الجماعات، ورمضان موسم للتنافس وللمسابقة والمصارعة إلى فعل الخيرات، مزيان، لكن ماشي غير خرج رمضان صافي ويخرج معه كل شيء. شهر رمضان كانت المساجد فيه مملوءة بالمصلين، وهذا ممدوح وجميل، ولكن بعد رمضان ولكنها بعد رمضان خالية إلا من قلة قليلة، ولسان حالها يقول أين المصلون؟ أين الذين كانوا يأتون لقراءة القرآن؟ أين الذين كانوا يأتون للذكر؟ أين الذين كانوا يعتكفون في المساجد؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أصبحنا عباد اللحظة، وهذا عيب فينا، فمن أسرار العيد أن نعود إلى صف المسلمين في الجمع والجماعات، في المناسبات، في فعل الخيرات كلها، وليس من العيد أن نعود إلى سابق عهدنا قبل رمضان. أليس من العار والخزي أننا لما سمعنا الإعلان بيوم العيد نتمرد على رب العبيد بترك الجمع والجماعات وبترك التبرع على الفقراء والمساكين وتلاوة القرآن وبعض الأذكار؟ أليس رب رمضان هو رب شعبان وشوال، وهو الذي يدرك السر وما يدور في القلوب، وهو الذي يطلع على ما تخفيه الضمائر في الوجدان؟ فيا عباد الله، من عرف الله في رمضان فليصل بمعرفته كل وقت وآن، ومن تاب إلى الله في رمضان فليواصل توبته إلى الله في كل زمان ومكان. فالفرحة عظيمة إذا واصلنا المسير على هذا الحال، ولكن العاقبة خطيرة جدا إذا حدنا وزغنا عن المسار. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن للعيد معاني وأسرارا،
فمن معاني العيد أن نقف صفوفا في المصلى وقفة كاملة أجساما وقلوبا. العيد، لماذا شرع العيد؟ العيد شرع لعدة معاني وأسرار. من بين معاني العيد أن نقف في العيد صفوفا أو في الصلاة صفوفا وقفة كاملة بأجسامنا وبقلوبنا، لا أن نقف وقفة مخذولة نحسب جميعا وقلوبنا شتى، أو كما قال الشاعر: إنا ضممنا في الصلاة صفوفنا أما القلوب قد تفرقت أجزاء. من معاني العيد أن نقف وقفة كاملة، ماشي غير صفينا الصفوف، الرجل عند الرجل والكتف إلى الكتف، ولكن القلوب ديالنا متنافرة، كاين تنافر في القلوب ديالنا، واحد كيحسد واحد، واحد كيحقد على واحد، واحد يبغض واحد. ماشي هذه معاني العيد، ماشي هذه هي أخلاق المسلمين. من أخلاق المسلم أن يقف وقفة كاملة في المصلى يوم العيد، يقف بجسده ويقف بقلبه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يجب أن نكون لحمة واحدة. إخوة الإيمان، إن نظرة الإسلام إلى القلب خطيرة، فالقلب الأسود يفسد الأعمال الصالحة ويطمس بهجتها ويعكر صفوها، أما القلب المشرق فإن الله يبارك في قليله وهو إليه بكل خير أسرع. فعن عبد الله بن عمرو قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. أخرجه ابن ماجه. أيها الإخوة المسلمون، الإسلام لا ينظر إلى صورنا وإلى أجسامنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. نظرة الإسلام نظرة خطيرة، ينظر إلى القلب، ما كينظرش للجسد، واش إنسان كحل ولا بيض ولا زوين في الملامح ديالو، واش طويل ولا قصير، لا. الإسلام ينظر نظرة حساسة، ينظر إلى القلب، واش القلب ديالنا نقي تقي، نخاف الله عز وجل، لا نحسد المسلمين، لا نتحاسد، لا نتباغض، الشحناء منزوعة من القلوب ديالنا. فالإسلام ينظر إلى القلب ولا ينظر إلى الصور. أيها الإخوة المسلمون، إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكنه لم ييأس من التحريش بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم كيخبرنا بأن الشيطان ما يأسش من التحريش بين المسلمين، والشيطان يأس باش يعبدوه الناس، يعبدوا الناس الأصنام في عموم الأرض وليس في جزيرة العرب فقط. الشيطان المسألة هذه مفروغ منها، الشيطان عارف باللي الناس راه غادي يتعرفوا الله سبحانه وتعالى، وغادي يعرفوا التوحيد الحقيقي والتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، وما غاديش يعبدوا الأصنام. ولكنه ما يأسش واحد مسألة، وهي مسألة التحريش بين المسلمين، زرع الفتن والعداوات، ونحن نشاهد ما يقع في البلاد الإسلامية. فنسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الإيمان، إن من أجل أسرار العيد أن نتواصل فيما بيننا وأن نتزاور. من أسرار العيد، قلنا من أسرار العيد السر الأول اللي قلنا من أسرار العيد، أن نقف وقفة في المصلى وقفة كاملة أجساما وقلوبا. المعنى الآخر والسر الآخر من العيد هو أن نتزاور وأن نتواصل فيما بيننا. إذا كانت شي قطيعة فيما بين المسلم وأخيه
والتي يجب أن لا تكون هذه القطيعة، فعلى المسلم في هذا اليوم المبارك أن ينسى تلك الأحقاد وتلك الضغائن والشحناء، وأن يعود إلى أخيه المسلم، أن يتواصل ويتزاور مع إخوانه المسلمين. إن من أجل أسرار العيد أن نتواصل فيما بيننا ونتزاور، وأن لا نكون كالذين قال فيهم الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فحينما تأتي أخي المسلم يوم العيد فتزور أباك وأمك وأخاك وأختك وعمك وعمتك وخالك وخالتك وجيرانك وكل قريب يقرب منك، يصلك الله عز وجل بوشيجة من وشائج الرحمة. منين الإنسان كيرجع من المصلى ويتزاور مع عائلاته، مع جيرانه، مع إخوانه المسلمين، فالله سبحانه وتعالى يصله برابطة من روابط الرحمة. وإن قطيعة الرحم لمن أعظم الذنوب، أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب، ذنوب العظائم كثيرة أو العظمى كثيرة، لكن من أعظم الذنوب هو أو هي قطيعة الرحم. وإن قطيعة الرحم لمن أعظم الذنوب وأفضع الخطايا وأجل الرزايا. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا يدخل الجنة قاطع. خطير حديث فيه نفي عن دخول الجنة لقاطع الرحم. لا يدخل الجنة قاطع، المقصود بالقاطع هنا قاطع الرحم. وإن صلة الرحم لمن أحسن الحسنات ومن أكبر الأعمال الصالحات. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله الرحم تعلقت بالعرش فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير. والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. أيها الإخوة المسلمون، هذا واحد الرجل جاء لعند الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله، قال له: يا رسول الله، عندي واحد القرابة، عندي واحد العائلة، أنا كنوصلهم كنزورهم وهم كيقطعوني، كيتعاملوا معايا بالإساءة وأنا أحسن إليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا كنت كما تقول، إلا كنت صادق في الشيء اللي كتقول، كان الكلام ديالك صحيح، فكأنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار. فالمقصود فكأنما تسفهم المل في الحديث كناية عما يلحق القاطع من الإثم والذنب. وليس من الصلة في شيء أن نصل من وصلنا وأن نقطع من قطعنا مكافأة. ماشي من صلة الرحيم أنني لو وصلني شي واحد حتى أنا نمشي نوصله حتى أنا نزوره، إلا ما زارنيش أنا ما نزوروش، ماشي هذه هي صلة الرحيم. صلة الرحيم نشوف هذاك الإنسان اللي كيقطعني وكيوصل وما كيوصلنيش، هذاك هو اللي أنا نبادر بصلته وبزيارته. أخرج الإمام البخاري رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الرسول صلى الله عليه وسلم كيبين لنا وكيخبرنا بلي الواصل، الواصل الحقيقي شكون هو؟ هو الواصل، ماشي هو المكافئ، ماشي هو اللي كيكافئ حتى تجي عندي ونجي عندك. مكافأة جي عندي وعاد نمشي عندك، توصلني وعاد نوصلك، تزورني نزورك. لا، ماشي هذه هي صلة الرحيم، ماشي هذه هي الصلة. الصلة الحقيقية هي أن تزور من يقاطعك،
ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ومن أسرار العيد أيها الإخوة المسلمون التصالح والتصافح مع إخواننا المسلمين ليغفر الله عز وجل ذنوبنا. من أسرار العيد كذلك أن نتصالح وأن نتصافح فيما بيننا حتى يغفر الله عز وجل ذنوبنا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. أيها الإخوة المسلمون، إن هناك إحصاء لما يعمله المسلم ينظر الله عز وجل فيه ليحاكم المرأة على ما قدمت يداه وأسره ضميره. فإن كان سليم الصدر نجا من العثار، وإن كان ملوثا بمآثم الغضب والحسد والسخط تأخر عن المضمار. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء. فيقول الله عز وجل: اتركوا هذين حتى يصطلحا. أيها الإخوة المسلمون، إن مواسم الخيرات كثيرة لنغترف منها ونتزود بالحسنات. ففي هذا الشهر يسن أو يستحب صيام 6 أيام منه تطهيرا وجبرا لما عساه نقص من صيامنا. فهذا الشهر شهر شوال فيه واحد سنة يجب أن نحييها، وهي سنة صيام 6 أيام من هذا الشهر. ففي هذا الشهر يسن ويستحب أن نصوم 6 أيام منه تطهيرا لما عساه تدنس من غفلات يوم العيد بأكل الشهوات التي كانت النفس محبوسة عن تناولها مدة الصوم. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. إذن من السنة في هذا الشهر أن نصوم 6 أيام منه. أيها الإخوة المسلمون، إذا كنا قد اجتهدنا في شهر رمضان بالطاعات وتقربنا إلى الله عز وجل إليه، فيجب علينا أن نواصل المسيرة على هذا الطريق. لكن باش غادي نواصلوا المسير على هذا الطريق كاين وسائل خصنا ننهجوها ونتبعها حتى نبقى على هذا المسير. أولا أن نحاول صيام على الأقل 3 أيام من كل شهر، أو أن يصوم الإنسان يوم الاثنين ويوم الخميس. ثانيا أن نحاول أن نكثر من قراءة القرآن، ثم كذلك الإكثار من الاستغفار، ثم مصاحبة الأخيار، نصاحبوا مع الناس اللي مزيانين، الناس اللي حسن منا، ما نشوفوش الناس اللي قل منا في طاعة الله عز وجل. هذه بعض الوسائل المعينة للإنسان على طاعة الله، وحتى يواصل سيره على النهج الذي كان عليه في رمضان. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الكرام أجمعين، الأنصار منهم والمهاجرين، وعن التابعين وتابع التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم، واجعلنا يا مولانا من المحشورين في كريم زمرتهم، ولا تخالف بنا اللهم عن نهجهم ولا عما جاءوا به، يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. اللهم ربنا تقبل منا الصلاة والصيام، واحشرنا في زمرة خير الأنام. ربنا اجعل الصيام والقيام شفيعان لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم شفع الصيام والقرآن فينا يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، لعدو شمرض اللهم اشفه بشفائك، وداوه بدوائك، وعافه من بلائك. اللهم رب الناس أذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض. اللهم ارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام في هذا اليوم السعيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم أدخل عليهم روحا منك وسلاما منا، اللهم تقبل منا واغفر لهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام وسع لهم في قبورهم مد بصرهم، وأعرض عليهم مقامهم بالغداة والعشي من الجنة. اللهم اجعل القرآن العظيم لهم في القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وبينهم وبين النار سترا وحجابا. اللهم اغفر لهم وارحمهم، فإنهم ضعفاء فقراء إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وعائلاتنا وجيراننا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين حيثما كانوا، اللهم إنك أعلم بحالهم، فكن لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أيدهم بجند من عندك، اللهم عليك بمن عاداهم يا رب العالمين. اللهم خذ من عاد المسلمين أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذ من اعتدى على المسلمين يا رب العالمين، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جلالة الملك لما تحبه وترضاه، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.